نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحياتي جلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، وتقديرهم للجهود الحثيثة التي يبذلها في مختلف المحافل وعلى كافة المستويات من أجل استعادة كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتمنياتهم لفخامته بدوام التوفيق والسداد. وقد كلف فخامة الرئيس محمود عباس معالي وزير الخارجية أثناء استقباله لمعاليه بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بنقل خالص تحياته إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واعتزازه بمواقف مملكة البحرين التي لم تتوانى يوما عن الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم ومساندة حقوقهم. وقد أكد معالي وزير الخارجية أن منطقة الشرق الأوسط لن تهنأ بسلام حقيقي دون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يستند إلى مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا معاليه إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز هذه التسوية التي تعد في صالح جميع الدول وشعوب المنطقة.